الذي لا ينهض إلا بالعلم النافع الذي يتلقونه في البدء من الروضة والمراحل الأخرى بإخلاص. واليوم نحتفل بتخرج هذه البراعم الجميلة لتكون متسلحة بالعلم والمعرفة. اليوم الاحتفالية التي أقامتها إدارة روضة القوش لتخرج الدفعة 19 من أطفال الروضة. القوش لها مكانة خاصة حقيقة، القوش التي احتضنت مدارس وكوادر تربية قضاة الكيف لسنوات 14 15 16 أيام النزوح، القوش الشامخة بجبالها، القوش الشامخة بكنائسها، القوش الشامخة بصروحها العلمية، القوش التي جمعت بين حب الطبيعة وبين العلم. أثمن جهود إدارة الروضة في إعداد الأطفال وتأهيلهم للدراسة الابتدائية. محمد ملحم مصطفى، مدير تربية قضاة الكيف. وقد تضمن هذا الحفل عروضا مسرحية للأطفال أكدت على حب الوطن وأكدت أيضا على التلاحم، ونحن إذ نقدم شكرنا إلى مديرة المدرسة الست ريم لجهودها الواضحة والمتميزة من خلال الفعاليات التي قدمها الأطفال، وكذلك لمدير تربية الكيف أستاذ محمد ملحم المدير المتميز الذي نشاهده في كل موقع. حذام محمد قاسم، معاه مدير عام تربية نينوى للشؤون الإدارية. كان الاحتفال تعليمي، كان الأطفال متجاوبين فرحين، أهاليهم وذويهم فرحين، شعور الأطفال جدا فرحانين بالتخرج، لأن أول تخرج بحياتهم هو تخرجهم من الروضة. ريم فرج، مديرة روضة القوش. بالنسبة للطفل مالي يعني ابني يعني اختلف هواية، يعني اختلف تعلم هواية شغلات، صار غير شيء، يعني حاليا متهيئ للصف الأول كقراءة وككتابة كإنجليزي، نفس الشيء الحروف يعني كحروف عربية. طبعا أنا هواية فرحانة لأن ابني تخرج اليوم من روضة وهو تمهيدي، بما أنه إحنا عايشين بالقوش فتعلم أنه يحكي عربي، صار عنده شجاعة أنه يحكي ويروح ويجي ويحكي عربي. طبعا كلش فرحانين أنا وأبوه وأمي وأخويا جايين وياي، وأهني كل المتخرجين طبعا بهذا اليوم،
فرحة كبيرة لأهالي القوش وللبلدنا العراق طبعا. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه.